معنا من لندن الطبيب الجراح في المستشفى الملكي الدكتور أحمد المشتت. دكتور أحمد أهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. دكتور أحمد طبعا نحن نشاهد السنة الثانية إجراءات استثنائية في موسم الأعياد، الكثير من الناس لم يتوقعوا أنها تعود هذه الإجراءات الاستثنائية، لكن سؤالي هو على رؤيتك الشاملة لهذا المشهد، هل تعتقد نحن نعود إلى تلك المرحلة المظلمة من الإغلاقات مرة أخرى أم لا؟ مرحبا بكم. لا أعتقد أننا نعود إلى تلك المنطقة المظلمة، هناك أمل كبير وتفاؤل كبير. لو تقارن وضعنا الآن بين وضعنا في بداية الجائحة وحتى في بداية العام عندما انتشرت سلالة ألفا ثم ألحقتها سلالة دلتا وقبل أن يبدأ إعطاء اللقاحات بشكل كبير، كنا في وضع صعب جدا، كانت المستشفيات مليئة بالمرضى، ردهات النعاش المركز تغص بالمرضى وكانت الوفيات كبيرة جدا. الآن لو تلاحظ المشهد العالمي رغم انتشار سلالة أوميكرون، رغم ارتفاع عدد الإصابات الكبير، يعني في لندن واحد من كل 20 شخص مصاب بالكوفيد الآن، رغم هذا الارتفاع الحاد لا يوجد ما يوازيه من ارتفاع حاد في عدد الإصابات الشديدة أو المرضى الراقدين في المستشفيات وعدد الوفيات. لدينا الآن أكثر من 5 لقاحات عالمية، لدينا أكثر من 4 عقاقير مهمة لعبت دورا وستلعب دور كبير في حماية الناس من الإصابات طيب. الشديدة والمضاعفات. طيب دكتور أحمد، يعني الأوميكرون تم دراسته بشكل مختلف، اليوم يقال هو سريع الانتشار لكنه لا يؤدي بالشخص إلى الذهاب إلى المستشفى أو حتى حالات الموت الشديدة، ما الذي يجب أن نفهمه من أوميكرون؟ يعني كيف ممكن قراءة الإجراءات القادمة للحكومات للدول في العالم؟ نعم هذا سؤال مهم، هناك حقائق مهمة نعرفها عن الأوميكرون الآن وحقائق أكيدة، سريع العدوى، سريع الانتشار، فترة الحضانة تقترب من يومين وهذا لم يحدث في أي سلالة أخرى، هو يسبب مرض أقل حدة لأن هناك تجارب مختبرية في بريطانيا ظهرت هذا الأسبوع تشير على أنه يعيش في القصبات الهوائية العليا ولا يحبذ الدخول إلى الرئتين ولهذا هو لا يسبب مرض أكثر فتكاً. هناك دراسات ظهرت من جنوب أفريقيا، من اسكتلندا ومن إنجلترا تشير على أنه مرض يسبب مرض أقل حدة، ولكن كل هذه الدراسات شملت معظم المصابين كانوا من الشباب. القلق الحقيقي للمؤسسات الصحية والهيئات الصحية هو أنه إذا انتقلت العدوى إلى مجموعة كبيرة جداً من الأشخاص فوق 60 عام، أصحاب الأمراض المزمنة، الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، الراقدين في دور رعاية المسنين، ماذا سيحصل عندئذ؟ هل ستتغير الصورة؟ لهذا هذا القلق الحقيقي موجود الآن، يعني لا يوجد مكان للذعر. الجرعة التعزيزية الثالثة أدت دورها وهناك مجال لإعطاء جرعة تعزيزية رابعة في المستقبل القريب. دكتور أحمد، بعض الشركات المصنعة للقاحات تحدثت عن لقاحات خاصة لأوميكرون، هل هذا مجدي فعليا؟ نعم مجدي، الجرعة التعزيزية الثالثة تفقد 20% من فعاليتها بعد 10 أسابيع، هذه بيانات أيضا ظهرت من إنجلترا هذا الأسبوع، لهذا الحل الوحيد لهذه السلالة هو لقاح، يعني بها لقاح مصمم على الطفرات الوراثية 50 التي حدثت في هذه السلالة، ولكن إنتاج هذا اللقاح قد يستغرق فترة أكثر من 3 أشهر، ولهذا العالم الآن يتجه إلى إعطاء أكبر عدد ممكن من السكان الجرعة الثالثة، في إسرائيل وفي ألمانيا بدأ إعطاء الجرعة الرابعة، في بريطانيا بدأ إعطاء الجرعة الرابعة للمرضى الذين يعانون من نقص شديد في جهاز المناعة، حتى يحين الحين ونحصل على لقاح يعني بهذه السلالة الخاصة، نحن ليس أمامنا غير هذا الحل، الجرعة الثالثة والرابعة، ولكن مثل ما قلت
الوضع يدعو للتفاؤل. هذا العام المقبل قد نشهد انحسار كبير لهذا الفيروس، لأن الأدوات التي لدينا الآن أدوات كبيرة وستكون مهمة في النزاع الأخير مع الفيروس. طيب، من لندن طبيب الجراح في المستشفى الملكي الدكتور أحمد المشتت، شكرا جزيلا لك.